شيخ صالح، بعض الناس هدانا الله وإياهم لا يهتمون كثيرا بالأذكار، لا بالأذكار عند النوم، ولا بأذكار الصباح والمساء، ولا بأذكار الدخول والخروج إلى البيت. فلعل لكم كلمة توجهونهم جزاكم الله خيرا. الأذكار الشرعية هي الحصن الواقي للمسلم من أعدائه، ولذلك جاء في الحديث أن يحيى بن زكريا عليهما السلام قال لبني إسرائيل: وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك مثل رجل طلبه العدو ليقتلوه فأوى إلى حصن فآواه الله منهم ونجا منهم. فكذلك ذكر الله عز وجل فإنه حصن للمسلم يمنع شر أعدائه عنه، فيتأكد على المسلم أن يكثر من ذكر الله عز وجل، ولا سيما الأوراد الصباحية والمسائية، وأعظم ذلك المحافظة على الصلوات الخمس، فإن الله سبحانه وتعالى يحمي بها المسلم من الشرور، ويكفر عنه بها السيئات، ويرفع له بها الدرجات. ولهذا جاء أن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. الحاصل أن ذكر الله وأعظمه الصلاة وتلاوة القرآن وأنواع الذكر المشروعة لذلك حصن عظيم يتحصن به المسلم من شياطين الإنس وشياطين الجن. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.